جمعة المقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرتين الانتخابيتين، الدائرة الانتخابية المحلية التشريعية والدائرة الانتخابية الجهوية. حنا كاين نسبة المشاركة العامة الخاصة بنفوذ عمالة مقاطعة بمسيك المسجلون 127988، بالنسبة للمصوتون 34137، النسبة العامة أو النسبة المشاركة العامة 26.67%. بالنسبة للدائرة الانتخابية بالمسيك، بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الدائرة التشريعية المحلية بالمسيك، المعطيات عامة الدائرة الانتخابية بالمسيك، عدد المقاعد 3، المسجلون 127988، عدد مكاتب التصويت الفرعية 245، عدد المكاتب التصويت المركزية 23، عدد اللوائح المتبارية 16 لائحة. بالنسبة للنتائج الأول المؤقتة إلى حدود الساعة 11 ليلا، عدد المكاتب المحصلة 159، أي 64.90% من مجموع المكاتب. عدد المكاتب المتبقية هناك 86 مكتب. مجموع المسجلين بالمكاتب المحصلة 83615، مجموع المصوتين بالمكاتب المحصلة 22600. النتائج المؤقتة لعملية فرز الأصوات بمجموع المكاتب المحصلة، اللائحة الأولى صلاح الدين الحسني الحزب الاشتراكي الموحد 268 صوت، عبد المجيد مزور حزب العدالة والتنمية 1139 صوت، اللائحة الثالثة مصطفى جداد الحزب الأصالة والمعاصرة 1438، اللائحة الرابعة توفيق كامل حزب التجمع الوطني الأحرار 5124، اللائحة الخامسة عثمان بن كيران حزب الحركة الشعبية 895، اللائحة السادسة يوسف بوعطير عن حزب الديمقراطيين الجدد 271، اللائحة السابعة محمد الخطار حزب الاستقلال 557 صوت. بالنسبة للائحة التاسعة محمد الماسي عن حزب الوسط الاجتماعي 20 صوت. اللائحة العاشرة رشيد أسارة حزب الشورى والاستقلال 59 صوت. اللائحة الحادية عشر عبد القادر المسعودي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 870 صوت. اللائحة 12 نبيل المبخوت حزب النهضة والفضيلة 249 صوت. بالنسبة للائحة 13 محمد جودار حزب الاتحاد الدستوري 5251 صوت. اللائحة 14 محمد الهوم عن حزب مصطفى الهوم عن حزب الوحدة والديمقراطية 252 صوت. اللائحة 15 عادل سهل عن حزب التقدم والاشتراكية 231 صوت. اللائحة 16
عبد الجليل جودات عن حزب البيئة والتنمية المستدامة 73 صوت. يتبع من فيما توصلوا بالجديد غادي نوفيكم في كل لحظة.